وتنضم إلينا من بيروت عبر سكايب إيمان عساف، مؤسسة جمعية أحلى فوضى. إيمان، يعني شكر والطواقم الطبية وهذا الجيش الأبيض هي واجب علينا جميعا. حدثينا بداية عن خصوصية هذه التجربة التي قمتم بها في جمعيتكم. أول شيء بحب أشكركم لاستضافتكم لنا، وهي أول مرة بشوف الفيديو وكثير تأثرت لما شفته. يمكن للأسف ناطرنا كورونا حتى نعرف مين الأبطال المضبوط بالعالم كله، اللي هن الأطباء وأكيد المرضى، لأنه كمان عم بيقاوموا الأمراض. الفكرة إجت من وقت عيد الأم، لما شفت أم ما قادرة تعيد مع أولاد وأولاد ما قادرين يعيدوا مع أمهم لأنه طبيبة أو ممرضة وما قادرين يكونوا مع أولادهم. كثير تأثرت بالموضوع، فلما حكيت لجوي فياض المغني تحمست، لما حكيت أوتو خالد وسام خالد كرمال الونش حتى استعمله كبلاتفورم، لأنه أكيد ما فينا نفوت على المستشفى ما فينا نكون جوا، كمان تحمس. سلوم بخليل كرمال الساوند اكيبمنت تحمس، فريق العمل معي كله تحمس، البارتنرز اللي هن كوفيد 19 تاسك فورس وخبز وملح وميشن جوي كله، يعني كل فريق كله ناطر الفرصه حتى يقوم بهالانيشيتيف. وبلشناها هيك سبونتينيسلي، رحنا برات مستشفى الحريري لاست ويك، ولما شفنا الرياكشن وقد ايه كان الحماس، نحن اللي كنا مبسوطين، نحن اللي كنا فرحانين، نحن الدمعه بقلبنا طولت الابتسامه، كان كثير حلو. مش هيك قررنا نرجع نعيدها. كان اليوم كانت بمستشفى المعونات بجبال اللي كمان عانوا كثير، وكمان عانوا شوي. اذا لديكم خطط لانتقال الى اكبر عدد من المشافي ربما، ولكن هل هناك تطوير للفكرة أم بنفس الفكرة التي قدمتموها أول مرة؟ اليوم عملنا شيء جديد. اليوم بطرابلس بمستشفى الحكومة بطرابلس كان عندنا الفنان غياس الربح رسم لوحة جدارية تقدير وشكر للطاقم الطبي، رسم دكتور أو نيرس، ورسم الكرة الأرضية لابسة الكمامة والعلاج من الطاقم الطبي. سو عم نحاول كل مرة نقدم شيء جديد، بس كله عم بيكون سريع يعني، وما حابين نكون جينوين باللي عم نعمله وما نضيع من الفكره اللي هي شكرا للطاقم الطبي، يعطيكم العافيه، كثير مقدرينكم، وللمرضى انه نحن معكم. وانتم كمان يعطيكم العافيه على هذه المبادره. ايمان عساف، مؤسسه جمعيه احلى فوضى، كنت معنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك.